وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية لتوريد ألمنيوم سيليستيال المنتج باستخدام الطاقة الشمسية إلى شركة هاميرير ألمنيوم إندستريز المورد الرئيسي لقطع غيار سيارات مرسيدس بنز. وتنص الاتفاقية على بيع منتجات ألمنيوم سيليستيال في الإمارات إضافة إلى توزيعه في جميع أنحاء العالم. وأصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2021 أول شركة في العالم تنتج